عقب مرور 18 عاما على توليه رئاسة الوزراء، من المتوقع أن يقدم رئيس وزراء لوكسمبورغ جون كلود يونكر استقالته هذا المساء بعد ممثل أمام البرلمان عقب تحقيق برلماني حمل يونكر المسؤولية السياسية عن ممارسة خاطئة ارتكبتها استخبارات لوكسمبورغ طوال سنوات. يونكر المسيحي الديمقراطي خسر دعم حلفائه الاشتراكيين الديمقراطيين في الائتلاف الحاكم يوم الجمعة المنصرم بشأن فضيحة تتعلق بجهاز الاستخبارات. لجنة التحقيقات التي شكلها البرلمان واستمر عملها 6 أشهر خلصت إلى أن جهاز الاستخبارات لم تتم محاسبته على أي عمل قام به من قبل، كما أنه سبق وتورط مرارا في التنصت على أفراد فضلا عن مزاعم بالتورط في شؤون داخلية. هذه القضية قد تؤدي إلى إجراء انتخابات مبكرة في أقرب وقت ممكن في البلاد، عودة التي كانت مقررة يوم 20 تشرين أول أكتوبر المقبل.